والآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. نعود مرة أخرى إلى رجاء رمزي. شكرا ريهام، شكرا نهى. مشاهدينا، توقعات الحالة الجوية نتابعها وإياكم في هذه النشرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، أيضا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات، نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 23، الصغرى 10، الإسكندرية 22، 11، مطروح 22، 11، بورسعيد 24، 12، أما الإسماعيلية العظمى فيها 24 وصغرى 10، السويس 24 هي العظمى في السويس، أما الصغرى فيها ف 11، العريش 23، 10، طابة 22، 13، شرم الشيخ 25، 15، الغردقة 25، 14، أما الأقصر العظمى فيها 27، الصغرى فيها 9، أسوان 28، 10، الوادي الجديد 28، 6، شلاتين 27، 12، أما حلايف ف 24، 13. لأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.